احلل، ادخل في تحليل الميه. هتحلل الميه؟ اه طالما عندي الاثنين. يعني وجهه نظرك في تحليل الميه للبير ليه؟ عشان اشوف ال بس هو انا عايز اعرف حاجه واحده، ان هو عدم ثباتيه التحليل بتاعه من يوم ليوم لفتره لفتره، عكس البحيره بتبقى ثابته. ماشي بس برضه طب مين قال ان البحيره ثابته؟ ممتاز بكره يطلع لي. لا قال ان البحيره ثابته؟ اه البحيره مش ثابته، اصل المايه متحركه بس المتحركه اللي بتروح وترجع كتير. البير هو اللي ثابت، البير هو اللي ثابت، هو الاحسن. حتى نسبه الميكروبات الميكروبات والفيروسات في المايه تحت البير بتبقى معدومه. بالظبط. لو هي على حضرتك قلت لي هنصحه بالبير الاول قبل ما هنصحه بالبحيره او المصدر بتاع قنوات الصرف الزراعي. البير فيه مميزات كتير. ايه بقى؟ اول حاجه مفيش مسببات مرضيه بالذات المايه اللي موجوده. ثاني حاجة في حاجة في الاستزراع بيهمني في درجة حرارة المية. الله ينور. بتاعته صح. في الشتاء بتبقى دافية، في الصيف بتبقى باردة. صح. سبحان الله، دي حاجة ربانية. ايه تاني؟ مفيش تلوث برضه. بالظبط. مفيش تلوث. بالظبط. يبقى ناخد بالنا من النقطة دي. أنا إذا فرض إن أنا اتحطيت في موقف وأنا جوه مزرعة سمكية وعايز آخد قراري، هاخد بير ولا هاخد بحيرات ولا هاخد قنوات صرف زراعي، أفكر الأول إيه اللي أنا محتاج أحافظ عليه السمك. انا في الجنرال في العادي عندنا اربع فصول، في الاربع فصول البحيره عندي متغيره صح، مد جزر بقى التلوث حاجه صبت فيها حاجه عدت، فالبحيره عندي هي اللي بقت متغيره. لكن اللي لسه محافظ على نفسه البير، هو في عيب واحد في البير واحد ملوش تاني، اللي هو اللي حضرتك قلتها في الاول، نسبه الاكسجين. دايما الاكسجين في البحيرات او قنوات الصرف اللي هي متعرضه للهواء ده اعلى، لكن دي سهل عليا احلها لانه هيلفي لي حاجات كتير تانية. يبقى التلوث مش موجود، درجه الحراره دايما ثابته، خلاص ميه نظيفه. كل اللي هحتاج اعمله اني هشوف المكان بتاع البير، وهعمل بقى اللي حضرتك قلته، اني هحلل العناصر الثقيله الموجوده في البير، ولو البير ده خلاص مناسب يبقى هو اول اختيار بالنسبه لي. منعت السمك من كل حاجه. وكان في حاجه مهمه قوي عامله لنا مشاكل اصلا في الاستخدامات بتاعه الصرف الزراعي او البحيرات، اللي هي الطيور المهاجره. الطيور دي وهي معديه بتعمل لنا خيرات ربنا كده، وكل ده داخل على ايه؟ على السمكة. فالبير بالنسبة لي مش متعرض لده، فأنا مريح نفسي مع استخدام البير. يبقى زي ما الدكتور قاله، اللي هي هاخد الفيرست تشويس بالنسبة لي، اللي هو الايه؟ مية البير الأول. هي فعلا احنا بنعتبرها مية ايديال للاستخدامات اللي بنسميها احنا الايه؟ الجراوند ووتر أو الويلز اللي هي الأبار يعني. واتفقنا خلاص عرفنا ليه، ان هي على الأقل الثابتة في الكواليتي والكوانتيتي، وده برضو حاجة مهمة. ان انا لو باخد من مكان معين ممكن المكان ده ما يبقاش ثابت يضخ لي حاجة ثابتة، لكن مع البير هيفضل ثابت معايا ايه طول السنه، مش هتفرق معايا الاربعه سيزون او الفصول الاربعه ان هم يغيروا لي فين في المزرعه عندي. وعشان كده هتلاقي المفرخات الكبيره زي الوفا زي حراز زي الناس اللي بتفرخ بقى بحري، ما دام الدوره فيها شغل بحري، تلاقي الناس دي اعتمادها الاصلي في حته التفريخ على الابار. اول ما يوصل للتربيه عايز يوفر بقى، يقوم فاتح في الايه؟ في المصادر اللي هو هيجيب من القناه على طول. فيبقى وانا بفرخ دي اهم مرحله عندي، ده دي اللي هتكسبني، فانا باخد من البير على طول ما دام البير كويس. بعد منها انا فتحت بقى في التربيه، اخد ده واروح احطه فين؟ في القنوات اللي هي الخارجيه، سواء كانت بحيرات او ايه او صرف زراعي. لغايه كده كويس. طيب دي مقارنه بس بسيطه كده من بحث يعني، اللي هو بيقارن ما بين الميه اللي هاخدها من البير والميه اللي هاخدها من السيرفس ووتر. وحضراتكم غطيتوها كلها، اللي هي المصدر بتاع سواء الاكسجين قليل هنا فين، العكاره بتاعه الميه، درجه الحراره دايما ثابته في الجراوند ووتر او اللي هي الميه بتاعه الابار، الميه دايما كلير صافيه مش زي الميه اللي هنا هتبقى تربد ملوثه بايا كان اللي جواها، كميه الجازس بالرغم من ان الاكسجين قليل لكن فيها نيتروجين كويس جدا السمكه اصلا بتحتاجه، والحاجات اللي عايشه بقى مع السمك كمان ايه هتحتاجه. ده مقارنه بس خفيفه كده اللي هي الحاجات الموجوده والفرق ما بين البير والايه والريزرفوارز او اللي هي البحيرات. طيب انواع المزارع اللي هنقابلها في حياتنا، الشائع دايما زي ما كنا بنقول اللي هي الترابيه، لكن مش هي دي بس. انواع المزارع اللي ممكن نقابلها في حياتنا احنا بنقسمهم لحاجتين، يا اما لاند بيزد فارم اللي هي مزارع قائمه الارض بتاعتها تراب، خلاص، وعشان كده بنسميها لاند بيزد فارم، او ما تبقاش الارض تراب تبقى ارض اسمنتيه بس الاصل عندنا ارض، ماشي، وعشان كده بنسميها الايه اللاند بيزد فارم. اللاند بيزد فارم دي اللي هي اصلها ارض، اما هتلاقيها بونتس اللي بنسميها احنا الاحواض وخصوصا الاحواض الترابيه. طيب مش عندنا هنا كتير، خلاص، اللي بنسميها احنا المصادر،
المصادر دي موجوده بره كتير قوي، وخصوصا لما يكون واخد مصدر المصدر بتاعه من بحيره كبيره او عنده امكانيات انه يحط السمك اصلا على مصادر كده خلاص، ومقسمهم معدل تغيير الميه سريع جدا، فبيحط السمك بكثافات عاليه، عشان كده بنسميها الايه الريس ويز. او اخر حاجه خالص التنكات. التانك بالنسبه لي بالرغم من انه تانك ارضيته مش تراب لكن له ارضيه، فالارض عندي هنا مش ميه، وعشان كده سمينا المجموعه دي الايه اللاند بيزد فارم، اللي هي المزارع السمكيه اللي اصلها ارض. اتفقنا كده؟ دي اللي هنقابلها. الجزء الثاني بقى اللي هنقابله في حياتنا في الاستزراع السمكي بنسميها احنا الووتر بيزد فارم. الووتر بيزد فارم يعني الاصل عندي هنا ميه خلاص، فدام الاصل ميه هقابل حاجتين، هقابل الحاجه المشهوره قوي اللي هي الاقفاص، جزء في المكان هقوم مؤسس القفص وحطت الشبكه، بدام حطيت شبك وحطيت سمكي الارضيه عندي هنا بقت ايه؟ ميه. وعشان كده بنسميها ووتر بيزد فارم، او اللي بنسميها احنا الهبات. حتى مع الهبات انت حاطط عصيان، والعصيان محطوطه في الارض لكن مش هي دي حوضك، مش ده الحوض بتاعك، بدليل ان الحوض بتاعك ما بينزلش للارض، ده بياخد عمق معين وبعدين تحط الشبك صح، تحط شبكه داخليه وبعدين شبكه خارجيه، فبقت الاصل عندك ايه؟ ميه. فهمناها كده؟ يبقى احنا عندنا انواع المزارع اللي هتقابلهم في حياتك هم دول عاليات في الدخل. خلاص كده؟ يبقى يا اما ووتر بيزد فارم يا اما لاند بيزد فارم. فاهمين الجزء ده؟ انا عايزه اوصل بس هي ريس ويتنج. الريس ويز دي بنسميها احنا المصاطب خلاص، المصاطب المائيه. الاصل في المصاطب المائيه هنا دي ثابته ما بتتحركش خلاص، فجبت مزرعتي وقمت عامله جسر رئيسي وبعدين فحرت ما بينهم وحاطط قنوات للري والايه والصرف بالميول بتاعي، فدي ثابته. لكن دي وضعها مختلف، دي بدات من هنا وقمت عامل من المجموعه دي للمجموعه دي ممر، والممر ده حطيت فيه السمك خلاص، وبعدين جيت تحت منها وقمت عامل احواض، وبعدين جيت تحت منها وقمت عامل احواض، فانا بستغل المساحه الصغيره اللي عندي دي ان حطيت كثافات سمك عاليه. طب كثافات السمك العاليه دي محتاجه بقى دي المصاطب المائيه اللي هي الاصل فيها ان معدل الميه جاي من هنا وماشي في سايكل مقفوله وبتجدد باستمرار على السمك، فانا محافظ قوي على كل حاجه موجوده عندي مظبوط، ومصدر الميه عندي ثابت، فمربي سمك بكميات اعلى. دي مش موجوده عندنا في مصر، لكن بره اللي هو المربي اصلا احواضه على اماكن مائيه كتير، محيطات عنده مساحه كويسه انه يفضل عنده مصدر ميه على طول باستمرار، فبيعمل الايه المصاطب دي. بس الاصل فيها ان عنده ارض برضه، ده الاساس، بس الارض عنده هو استغلها بالايه بالشكل اللي انتم شايفينه، وعشان كده احنا سميناها الايه الريس ويز او المصاطب الايه المائيه. واخر حاجه خالص التنكات، مفيش مشاكل. فهمنا كده الانواع بتاعه المزارع دي. طيب يبقى كده الميه بالمنظر اللي احنا شفناه ده، هنلاقي الميه عندنا خلال الدوره بقى اللي احنا بنربي فيها خلاص. انا بدات بمصدر ميه مناسب، اتفقنا خلاص عليه ما عادش فيه مشاكل، وعايز احافظ على الميه بتاعتي جوه فتره التربيه. متخيلين وانا جوه فتره التربيه هيبقى شكل الميه عندي ايه؟ هل دايما هتبقى كلير؟ ممكن تبقى ايه؟ تربت صح؟ يبقى يا اما تبقى كلير يا اما تبقى تربت. او حاله كمان، حد فيكم اتعرض انه يحط حاجه اسمها البايو فلترز، ان هو يحط فلاتر ويحط فيرتلايزرز اللي بنسميها احنا السماد او المخصبات، فعشان كده الميه هتبقى بنسميها احنا الفيرتايل ووتر، اللي هي الميه اللي فيها نسبه النيتروزوماس والنيتروباكتر عاليه، ففيها نيتروجين كويس جدا عشان يحافظ على السمك. فعشان كده هتلاقي انواع الميه اللي هتشوفها في حياتك كمان جوه الاستزراع السمكي، اما سبحان الله هي ميه طبيعيه، ودي اللي بنشوفها دايما في الناتشرال سبرينجز، اللي هي حاجه كده في جبل ونازل منها الميه فاتعملت البحيره الطبيعيه دي، هي دايما نظيفه لان الاصل فيها جايه من مياه جوفيه. فعشان كده تلاقي بره، كان سبحان الله انا كنت في اليابان باخد الدكتوراه بتاعتي هناك، فاليابانيين من الشخصيات اللي بيؤمنوا بان في اله لكل حاجه خلاص، فعندهم اله للسمك واله للارض واله للطبيعه، حتى الاسماك بيعتبروا السمكه دي اللي هي سمكه الكوي هي اله الاسماك، فبيحبوا السمكه دي قوي، فاي تجميعه فيها بحيره وفيها مجموعه السمك دي ممنوع حد يقرب. عارفين كده همام في امستردام نضرب البطه ممنوع عليك خالص ايه تقرب، انت اخرك تتفرج وتستمتع بيهم ما تصطادش وتمشي. فالميه دي سبحان الله بتبقى كلير جدا لانها ميه طبيعيه، دي ما فيش اي تدخل بيها لاي حاجه، ما عملناش ولا فلترايزر ولا حطينا حاجه، ادي ايه ادي ميه.
دي المشهورة عندنا في مزارعنا طبعا، اللي هي المرحلة اللي احنا حطينا السمك وحطينا الاكل وحطينا كل حاجة وسيبنا السمك يعيش حياته بقى خلاص مفيش مشاكل. ده حاطط القرص، القرص بتاع الشفافية. هو نفسه يوصل لحاجة يعني. طب بما ان حضرتك قلت لي بقى القرص بتاع الشفافية اللي احنا بنسميه السيكي ديسك، ده مشهور جدا اسمه السيكي ديسك، فعلا بنقيس بيه التربيديتي. حد عارف بنقيسها ازاي؟ انا في جهاز عندي بتاع التربيديتي بتقيسيها على طول بالتوتال سوليدز. لكن ايام زمان كنا الكالكوليشن المعين حد اتعرض قبل كده انه يشوف الجهاز ده؟ انا شفته عندنا في المعمل، اشتغلت فيه مفرخ العباسه. جميل. العباسه السمك بناخد القياس على عمقين بالزبط. وبنطرح الفرق بينهم كان في معادله كده بسيطه بس للاسف. طب العمقين دول الفرق يعني ازاي تحدد العمق الاول انك وصلت مظبوط والعمق الثاني؟ العمق الاولاني تحت انني القرص كله يختفي ما اقدرش اميز بين اللونين. بالظبط خلاص. الاصل عندي لاحظوا كده انا هنلاقيها شطرنج صح. الشطرنج ده ابيض واسود، هي الميه بقى معكره مش معكره، انا داخل انا وزي وهو نفسه زي ما انتم شايفين كده، هو فيه زي حبل كده خلاص، الحبل ده كالبريتد، فانا بقوم منزله وافضل انا طول ما انا عيني شايفه الابيض والاسود ده انا في الامام، انا ما عنديش مشكله لسه مش هاخد اول قرايه، هفضل ينزل 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 معايا لغايه ما الابيض والاسود يبقوا اخوات بالنسبه لي خلاص، ما انتش شايف حاجه، دي اول قرايه بالنسبه لي خلاص. بعد منها ابتدي ارفعه بالراحه لغايه ما ابتدي اميز تاني ما بين الابيض والاسود، دي تاني قرايه، الاثنين دول هطرحهم من بعض، فبقت بالنسبه لي هي دي الايه التربيديتي اللي هحدد عليها المزرعه عندي دي تربيد ولا مش تربيد. النورمال بتاع التربيديتي 50 مش كده؟ بياخد رينج 20 30 50 بياخد الرينج لو زاد عن 50 خلاص. بالظبط هقول لكم برده ان شاء الله عليه في السلايد الجاي. يبقى يا اما الميه نظيفه زي الفل، يا اما الميه معكره، يا اما الميه ايه فيرتايل اللي هي انا حاطط فيرتلايزر مسمدها خلاص، فبتاخد الايه الدرجه دي زي ما حضرتك قلتي كده، اللي هو بالنسبه للسيكي ديسك ده اللي بيقيس التربيديتي زي ما تفضلت وعرفتوا الاصل فيه ايه وانا ازاي بنزله وازاي اخرجه، وبعدين اخد الايه العمق بتاعهم وابتدي اطرحها، فهي من 20 ل 60 ده الايه ده ريكومندد، زادت عن كده خلاص احنا حتى هنا في مصر دايما زي ما الدكتور قالك بنأمن حالنا ونقول 50، بعد ال 50 بالنسبه لك خلاص الميه دي معكره ولازم ايه تنضف الميه بتاعتك. لغايه كده الامور امان، اي سؤال؟